السلام عليكم. بهذا الفيديو راح نحل هودي ال questions. معنا linear functions and affine functions. Determine the sense of variation. قلنا sense of variation معناتها increasing أو decreasing. Sense of variation معناتها يا increase يا decrease. Sense of variation يعني increase or decrease of each of the following functions. أول function f of x equal to x. هي معناتها هذا الشكل معناته إنه f of x equal to x. فيني أقول إنه or y equal to x لأنه f of x بتمثل ال y. أول واحدة ال slope يعني كيف نعرف إذا increasing أو decreasing؟ من صف التاسع ماخذينها. إذا slope positive يعني straight line increasing، إذا slope negative يعني straight line decreasing. بنقول له هون slope أكبر من zero then f is increasing. هون slope equal minus 3 أصغر من 0 يعني then g is decreasing. هون slope a equal radical 2 أكبر من 0 then the function h is increasing. بس الأدي بدو increasing و decreasing. طيب إن شاء الله يكونوا واضحين وشايفين. طيب نجي كمان للاكسرسايز الثاني. Study the variations and trace the curve. Study the variation produces increase or decrease. Trace يعني draw the curve in an orthonormal system of x o i j of each of the following functions. أول واحدة مبينة لأنه الـ slope negative هي minus x. بنقول هون الـ a هي equal minus 1 less than 0 يعني then f is decreasing. هاي اللي هون الـ a equal to greater than 0 then f is increasing. هون الـ a اللي هي slope equal minus 3 less than 0 then f is decreasing. How the variations بس هون أكيد يعني من الـ variation نحن نعملها من وين لوين إنه من الـ minus infinity لبلس infinity من حسب الـ domain of definition. مثلا وقال لي بده نرسمهم لهول رح نرسمهم. أول وحدة f of x equal minus x. f of x equal minus x. f of x equal minus x. table of variations بدي أعمله table of variation. هاي دي x وهاي دي f of x. هون فوق بحط domain of definition. هاي دي ما في fraction ولا في radical أعمل condition فالدومين بيكون من minus infinity بس infinity. وقلنا هاي دي decreasing عشان minus بعملها decreasing هيك ماشي. على minus infinity الx هي minus infinity. حط محل الx minus infinity شو بيصير؟ minus minus infinity يعني plus infinity. f of x بيطلع plus infinity. على plus infinity حط محل الاكس بلس انفينيتي بصير ماينس بلس انفينيتي يعني ماينس انفينيتي. طيب هذا التيبل اوف فاريشن للاول فانكشن. كيف بنرسمه؟ عادي اخذناه بالصف التاسع. هيدي اكس وهيدي واي او اف اوف اكس واي اور اف اوف اكس. اف اكس ايكوال 0 واي ايكوال ماينس 0 يعني 0. اف اكس ايكوال 1 واي ايكوال ماينس بي 1 يعني ماينس 1. اف اكس ايكوال مثلا 3 واي ايكوال ماينس ب 3 يعني ماينس 3. بنحط ثلاث نقط وبنرسمهم 0 0 1 ماينس 1 3 ماينس 3 ماينس 3 هيدي هي وبوصلهم لبعض بيطلع عندي الكيرف لهذا الخط اللي هو ستريت لاين. كيرف لهذا الفانكشن اللي هو ستريت لاين. اجمالا هيدا هو الكيرف الستريت لاين لهذا الفانكشن. هيدي ال f of x equal minus x. تاني رسمة كمان اللي هي f of x equal 2x plus 1. كمان راح اعمل لها table of variation هون. f of x equal 2x plus 1. table of variation هاي بيكون هيدي x وهيدي f of x. فوق بنحط الدومين من minus infinity plus infinity لانه ما في condition عليها لهيدي فبتاخذ كل ال values. الماينس انفينيتي حط محل الاكس ماينس انفينيتي شو بيصير؟ هلا هو انكريزنج عشان السلوب اكبر من زيرو فبنحطه هيك. هلا فيش داعي تحطها لي هون بس عم قلكم اياهم رمتوا رح تاخذوهم بالبكالوريا بس رح حطهم هون. اذا عملنا اف اوف ماينس انفينيتي حط محل الاكس ماينس انفينيتي شو بتصير؟ 2 بماينس انفينيتي بلس 1. الماينس انفينيتي هو رقم كبير كثير. 2 تايمز رقم كبير كثير. 2 تايمز فيري بيج نمبر از ا فيري بيج نمبر يعني بعتبرها انفينيتي بس بلس بي ماينس ماينس انفينيتي بلس 1 هاي بلس 1 هي
يعني هون ان شاء الله بيكون مليون ضرب رقم كبير كتير، جوابه رقم كبير كتير. هيك بنقول هلا رقم كبير كتير من جهه الماينس بلس 1، هاي البلس 1 ما بتعمل شيء قدام الماينس انفينيتي، يعني بضل الجواب نيجاتيف، رقم كبير كتير بيطلع الجواب من مالتي للماينس، فبنحط هون كمان انه هيدا نيجاتيف نمبر وكبير كتير. هيك عرفتوا شو يعني؟ حيلا رقم كبير كتير من مالتي للماينس، شو ما تزيد عليه رقم تاني بلس 1 بلس 2 بلس 100 بلس مليون، راح يكون ولا شيء بالنسبه لهذا الرقم الكبير كتير اللي هو ماينس انفينيتي، فبيطلع الجواب كمان ماينس انفينيتي. على بلس انفينيتي هون 2 بلس انفينيتي بلس 1 راح يطلع 2 تايمز رقم كبير كتير هو رقم كبير كتير زائد 1، رقم كبير كتير زائد 1 بيطلع رقم كبير كتير، يعني هيدي شو انفينيتي. هيدي التابل اوف فاريشن بيجي انه كيف بنرسم التابل اوف كيف بنرسم هذا الستريت لاين مثل ما رسمناه بالصف التاسع، حط x وهون y or f of x. If x equal 0 2 ب 0 plus 1 بيطلع 1، if x equal 2 2 ب 2 plus 1 بيطلع 5 2 5. هودي نقطتين 0 1 و 2 5، حط 0 1 0 1 هيها و 2 5 هون، وبيجي بوصلهم ببعض. هيك بتكون رسمة straight line، ومثل ما قلنا بتكون table of variation. هيدا straight line f of x equal to x plus 1. ماشي، بتصور هالقد بكفي. هلا اذا بدكم بعمل التالت، نعمل التالت لا بأس، نعمل التالت f of x equal minus 3x plus 2. تالت function f of x equal minus 3x plus 2. table of variation اللي له هيدي x هيدي f of x من minus infinity ل plus infinity مثل العادة، السلوب نيجاتيف يعني بيكون نازل نزول، اكيد نازل نزول خلص احفظوها بالستريت لاين هيدا الافاين فانكشن، بس يكون نازل نزول رح ينزل من ال plus infinity لل minus infinity، اذا طالع بيطلع من ال minus infinity ل plus infinity مثل هاي الحالة اللي هون. عرفت شو؟ هلا واللي بيحب يعوضه على minus محل ال x minus، حط محل ال x minus infinity بصير minus 3 minus infinity plus 2. هلا 3 ضرب رقم كبير كتير بيطلع رقم كبير كتير، وماينس بماينس بلس وعندنا بلس 2. هلا رقم كبير كتير زائد 2 بيطلع رقم كبير كتير، يعني هي بلس انفينيتي. عرفتوا كيف يعني بتطلع معنا؟ فيكم دغري انتم تعرفوا من لحالكم انه هيدا ديكريزنج راح يكون نازل من فوق لتحت من بلس انفينيتي لماينس انفينيتي. بس هالقد هلا بدنا نرسمه للاف اوف اكس. هاي تيبل اوف فاريشن بتاخذ لك نقطتين، فيك تحط لنا نقطتين هون مثلا، والله اف اكس ايكوال لنقول 0 ها، يعني فيك تعملها تيبل الثاني لحالها مثل هيدي مثلا، بس فيك تحط هون اف اكس ايكوال 0 واي بيطلع 3 ماينس 3 ب 0 بلس 2 بيطلع 2، اف اكس ايكوال مثلا 2 ماينس 3 ب 2 ماينس 6 بلس 2 بيطلع ماينس 4. عرفتوا شو يعني 0 2 2 ماينس 4 0 2 هيدي 0 2 هون، النقطه الثانيه 2 ماينس 4 2 ماينس 4 هي، بصل هون نقطتين ببعض بكون رسمت الفانكشن الجديد. هيدا اسمه f of x equal minus 3x plus 2. يعطيكم العافية بهيدا الكويستشن، ان شاء الله يكون واضح قدامكم وفهمتوه.